حبيباتي أحبائي، السلام عليكم. مرحبا بكم وألف مرحبا في قناتي بوصفة جديدة. وصفة اليوم هي ديسير أو حلا أو كؤوس، سهلين في التحضير، كيجيو رائعين في المذاق بمكونات جد بسيطة. نخليكم مع طريقة التحضير وتابعوا معايا الفيديو إلى الآخر. أول شيء عندي 100 غرام من الشوكولا البيضاء النوع الجيد، أندوبها في الميكرووند أو الميكروويف اللي متوفرش عنده في حمام مريم. من بعد عندي هنايا كريمة ديال الخفق، 200 غرام ديال الكريمة، غنخدمها على شكل موس او على شكل ثلج في الخلاط. على هذا الشكل هي اصبحت مثل الثلج. نضيف عليها الشوكولاتة البيضاء على هذا الشكل، نضيف عليها الخليط على الكريمة، نضيف كذلك سكر فانيلا. اللي عندهم اكستراي ديال العفاني ممكن يستعملها، ونخلط الكل جيدا. هذه كريمة الشوكولاتة البيضاء اصبحت جاهزة كما تشاهدون. نخليها على جانب ونوضعها في جيب حلواني. غنستعمل هاد الكؤوس او الكاسات، استعملوا اي كؤوس موجودة عندكم. غنوضع القليل من الاناناس في قاع الكأس بهذه الطريقة، وفي جيب حلواني غنوضع كريمة الشوكولاتة البيضاء اللي غنعمر بها الكاسات فوق من الأناناس على هذا الشكل. صدقوني كيجيو رائعين، والشوكولاتة البيضاء كتجانس مع الأناناس. على هذا الشكل، وغادي نزينهم بشويه الاناناس. هذا الشكل هذا غادي نزينهم جوست بشويه الشوكولاته السوداء او البيضاء كما تحبون، القليل على هذا الشكل. والتزيين كيبقى مسألة اختيارية، يعني لما عندكمش ممكن تكتفيوا بهم على هذا الشكل. أحبائي، هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكويسات أو الكؤوس أو ليفيرين بالكريمة وبالأناناس والشوكولاتة البيضاء. كنتمنى هاد الفكرة تنال إعجابكم وتجربوها، وتخليوا لي في التعليق
كيفاش جاتكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد. كنتمنى لكم شهية طيبة، وإلى فيديو جديد بحول الله.